صالح استنى عايزك. عيب قوي لما تسيب اهلك في ظرف زي ده وتمشي، خلي عندك دم. بقول لك يا زكريا، انا هروح بيت في بيتي وباجي لكم هنا الصبح. ولازمته انك تبات في بيتك وتسيبنا يا اخي؟ حسس اهلك مره واحده انك موجود في حياته. اسمع يا ابني، بكره هتندم على كل دقيقه سبت فيها امك وابوك وما عدتش وسطهم. انت مالكش غيرنا. تصبح على خير. تزعلش. عايز انا اعمل ايه يا جيهان؟ افرح اللي كانت عاوزه تموت نفسها، ولا اللي جاي يتخانق عشان بحرسه ويقول لي مالكش دعوه بيا؟ اهدى بقى، مش انت دايما تقول ان اللي ربنا يحبه يبتليه؟ ونعم بالله، الحمد لله. الحمد لله. وحياتي عندك، ما تزعل، ما احبش اشوفك زعلان ابدا. وبعدين انت عارف ولادك يوم والتاني، وهتلاقيهم جايين ملمومين حواليك، دول ما يقدروش يبعدوا عنك ابدا. بكره علمه عند ربك، بس هو اللي عارف هيجيب فيه ايه. يا عم الشيخ، يلا امال جون كلك لقمة عشان تقوم زي الحصان ان شاء الله. الدكتور قال ايه يا حسن؟ هيروحوا يعملوا اشعه على ايدي عشان يشوفوا فيه كسر ولا لا، بس هو قال يلزموا الراحه التامه. ربنا يطمنا عليه. يا رب. انا بس كنت عاوز استاذن حضرتك في حاجه. خير؟ المفروض النهارده عمار كان يروح يجيب الموال من دكان عم حمزه، وهو تعبان، فانا قلت يعني استاذنك اروح المشوار ده مكانه. لا ما ينفعش، خلي امير وعزيز يروحوا او ياخدوا حد من العيال معاهم. ليه بس يا عمنا؟ انا مش هتاخر. ما ينفعش انت وعمار تسيبوا الدار لوحديها. اباي ما خلاص يا حسن، قوم امال، الله يهديك. الشيخ عايز يرتاح، روح انت الامير قول له خلص المشوار ده، وانت اقعد مع العيال هنا عشان عندنا شغل كتير كتير قوي يا ابوي. يلا ابوي. الله يكون الله يهديك. على اذنكم. يلا عم الشيخ، يلا عم الشيخ. ايه الوجاهه دي؟ ده انا ما عرفتكش، ده حتى لو امك شافتك مش هتعرفك. ما تحسسنيش يعني ان انا كنت معفن قوي كده، انا بس بحلاوي شويه في البيضه. ماشي يا حلو، اقعد. قول لي، الشقه اللي جابتها لك خلود عجبتك؟ حلوه الصراحه، بس هو يعني انا لو طلعت فيها نسوان البواب بقى ايه اللي مزاجه يفضل عيد لي على الطلعه والنازله ولا ايه؟ نسوان كل اللي شغلك وانت عندك شقه في الزمالك انك تطلع اشكال وسخه زيك ولا لا؟ هدي بقى الحاجه اللي ما نقدرش نشتريها ولا ينفع ننظفها. ايه هي دي بقى؟ العقول والقلوب. اخترعوا اللي يغسل الكلى، بس لسه ما اخترعوش اللي يغسل القلوب وينظف العقول. وايه لازمته الكلام ده دلوقتي يا عم هاشم؟ لا ابدا، بس بفكر نفسي عشان ما اتعشمش فيك زياده. وايه المطلوب مني دلوقتي؟ تحطيني الباترينا بقى بالبدله دي ولا هيبقى ليها لازمه؟ انت اللي لازم تعمل لنفسك لازمه. فرصه. زين العطار مش فايق ومش واخد باله. لازم بقى تثبت نفسك. اعمل ايه يعني؟ مش فاهم. هتمسك مصنع من المصانع، وهجوزك بنت رجل اعمال ولا ممثله عشان تبقى واجهه، وهتمسك مكان متولي اللي اتقتل، وتوزع سلاح على التجار. وزين وافق على الكلام ده؟ لسه، بس هيوافق. ما انت لازم تقابله. ايه؟ اقابله؟ تقابله وتحط ايدك في ايده. ايه مش عايز تشوفه؟ ما كنتش متخيل ان انا اقابله في يوم من الايام. هيحصل، وفي الحفله انت معزوم ولازم تيجي. عملت ايه؟ تمام، انا اللي هاجي معاك، بس هو لازم ارجع بسرعه. اركب بسرعه. ده أنا مش هقدر أقابل بابا دلوقتي يا ماما بعد إذنك. لازم تبقي عارفة ومتأكدة إن أكتر حد بيحبك في الدنيا هو أبوكي. ده قلبه وجعه من اللي أنت عملتيه. أنا عارفة،
عشان كده مش عايزه اشوفه، مش هقدر احط عيني في عينه يا ماما. طب معلش، على كل حال هو بيطمن عليكي مني، بس لسه برضه مش عايزه تقولي لي انت ليه عملتي كده. ماما بعد اذنك ما تضغطيش عليا اكتر من كده، انا لما اقدر اتكلم هتكلم او بحكي لك في الوقت المناسب. علي انت فين؟ تعال بسرعة انا محتاجة لك. اسكجروه يا عم حمزة. احسن منك. يلا ما تخوتنيش، خد حاجتك وامشي. طب والنبي يا عم حمزة معلش، ممكن ادخل الحمام عندك؟ مفيش حمامات هنا، اعمل في الشارع ولا اي قهوة ولا على نفسك حتى. ليه بس كده يا عم حمزة؟ ده شيخ سلامة محرج علينا ما نروحش في اي حته غير عندك. يا ولدي ما تخوتنيش، قلت لك خدوا حاجتكم وامشوا. حاضر يا عم حمزه. انا ده احنا جايين المشوار ده كله عشان بس نشوفك، يعني والله يا عم حمزه جايين لك عشان نشوفك، فيا ريت تظهر لنا بقى كده يعني. اظهر فين يا بهيم انت؟ وطي حسك، انت فاكر نفسك في بيتكم؟ لا انا قصدي تظهر قوي، تنور يعني يا عم حمزه تنور. احنا اسفين، شيل يا ابني شيل يا امير الشوال ده وانا هشيل الشوال بتاعي. احنا هنمشي بقى. نورت انت يا احمد، مش قلت ما حدش يطلع من الشباك؟ ينفع يعني؟ انا هكسر راسك. يلا يلا نجيبه انت وهو. سلام يا عم حمزه، مع السلامه. طب هيكون مين يعني؟ هو كل اللي قريب منك عقلك هيرفض يشك فيه. انا دلوقتي ما بقتش عايز اعرف هو مين. انا هعرف بطريقتي. المهم البضاعه هتوصل كمان يومين، عاوز عينيك في وسط راسك لحد ما تدخل المخازن. طب واللي حصل في الدار؟ اللي حصل في الدار ده محسوب ومدروس، بيلعبونا عايزين يوقعونا. طبعا الصلح مش هيدوم اكتر من شهر، شهرين بالكتير. وبعديها ناوي على ايه؟ لازم اعين حد مكان شريف، ولازم اسافر اسوان بسرعه. وبرضه مش ناوي تعرض نفسك على دكتور ازين؟ انا مش هموت الا على سرير يا سليم. يا اخي حد قال لك موت في مستشفى؟ على سريرك، وهنجيب لك اكبر دكاتره في البلد يدووك. خلينا نشوف اللي في حمانا الأول وبعدين ندور على روحنا. ربنا يطمنا عليك وعليهم. بالإذن. أنا يا سلمى عاملة إيه دلوقتي؟ أحسن الحمد لله. مامي قاعدة معاها من ساعة ما صحيت. إيه ما قالتش عاملة كده ليه؟ بتقول إن هي خايفة من اللي حصل، وبعدين مامي بتفكر توديها لدكتور نفساني، بس انا متاكده ان بابي مش هيوافق. طبعا ان شاء الله ربنا يطمنكم عليها. ان شاء الله. بابي عايزني في حاجه بس انا مش عارفه هو عايز ايه، حاسه ان في حاجه غريبه. كويس، انا كمان كنت عاوزه. عاوزه في ايه؟ عايز نتجوز السنه دي. احنا مش كنا هنتجوز السنه اللي جايه؟ ايه اللي حصل؟ ما حصلش حاجه، كل الموضوع ان انا ما بقتش قادره ابعد عنك اكتر من كده، ومش هطمن عليكي غير وانت معايا في بيت واحد. عايز اقول لك على حاجه. كل سنه واحنا مع بعض. ايه ده، هو النهارده ايه؟ زي النهارده عرفنا بعض من سنه. ايه ده، والله العظيم انا اسفه، انا فاكره طبعا مش ناسيه، بس انت شايف اللي بيحصل. انا عارف،
انا بحضر اليوم ده من سنه وعشان كده جبت لك دي. ايه ده؟ شوفيها. انت بجد عملت كده؟ من اول يوم شفتك فيه وانا عارف ان احنا هنبقى لبعض، فكنت بعمل كل ده عشان اجي ادولك النهارده. حلوين قوي. عجبوكي؟ طبعا. طب شفت الصوره دي؟ ايوه. ازاي الصور دي عندك اصلا؟ ما سبتش حاجه الا ما عملتها. ايه ده؟ تصدق انا احلى منك بكتير قوي يا ستي. مش قوي يعني. لا والله بهزر معاك، انت احلى حبيبتي. فظيع. شوفي دي بقى. شوفي دي. ايه ده؟ في حاجه حصل؟ انا ماليش صور في البتاع ده. مش لما تتسرح الاول. صح، اتسرح وتعالى نحط لك صوره كبيره قد كده. طب انا يارا وهيرو جايين دلوقتي، هديهم فين؟ ايه ده؟ دول يابانيين؟ هيقعدوا فين يعني؟ يقعدوا فين؟ في اوضتك. اه صح، يبقى حطوا لي بقى صوره في البتاع ده. في يا رايق؟ عمليه كل اسبوع كل اسبوع، العمليات دي بتتم في السر ليه؟ طب يا فتحي خلاص خلاص يا عم بقى، انا هتصرف هظبط كل حاجه. اتفضل اتفضل. الباشا الكبير بيرتصنا، بيدخل شحنتين كل شهر وعايز الشغل يبقى على قد. ودي كان معاده امتى؟ بعد يومين. طلب من فتحي انه يشتري مخازن باسمه، مش عايز ان المخازن يبقى ليها اي علاقه بزين. حلو قوي الشغل ده. الطلعه دي عندي بقى يا باشا. لا يا باشا خلي بالك، الرايق كده ممكن يتمسك وسره ينكشف. واحنا مالنا ومال الرايق؟ احنا هنوصل المعلومه لاكرم وهو هيتصرف، وهنظبط انها تيجي من مكتب مكافحه المخدرات، وكان فتحي رايق هو اللي كان مقصود بيها. طب ومحسن بيه هنعمل معاه ايه؟ ده بقى هنسيب له اكرم، هو هيتصرف معاه ما تقلقش. الله عليك يا يوسف بيه، تلميذي بجد، المعلم محدش يقدر يعلم عليه. تلميذك يا باشا، انا اذنك. اتفضل يا باشا. عبد الله ما ينفعش يشتغل معانا، كل حاجه هتفضل زي ما هي، انا بستلم وفارس بيسلم. يا زكريا، عبد الله ده يبقى ابن عمك. بعدين احنا محتاجين ناس جداد، ثم انه كمان دلوقتي ما ينفعش انت تبقى بتواجه وبتنفس، انت لازم تبقى بتخلص مع الكبار بس. عبد الله كاره وكاره الخير لينا يا عمي، هو هيبقى العمده بعد ما ابوه ربنا يفتكره. بس بعدين ما انا كده كده بتعامل مع الكبار، ما فيهاش حاجه يعني، وانت موجود يا عمي، انت الخير والبركه. افهمني يا زكريا، انت هتبقى الكبير ولازم تبقى جاهز لده. مين اللي قال اللي انا هبقى كبير؟ امال ايه؟ تفتكر زين هيجيب مين الكبير؟ عبد الله ولا فارس؟ لا يا عمي، فارس ايه؟